مساء الخير. الصراحة نبلش نشرح لكتشر 6 مال الكران والبريدج. طبعا انا عبرت لكتشر 5 لان صايمين وصراحة ما ندخل نقراهن، يعني بقت لكتشر 5 و 7 و 8. اليوم يمكن اكمل شرح 6 وانزلها، والسبعة هماتين يبقى 5 و 8 او 5 و 7. المهم حكمل اليوم 2 وانشرهن، ويبقى الاثنين البقية هيك يعني على الايام الجاية، لان هو الامتحان اصلا بعد الاسبوع، اكثر من اسبوع تقريبا 8 ايام. خلينا نبلش. هذا الليكتشر يشرح عن الكومبليت سيراميك كراون. مبين من اسمه كومبليت سيراميك كراون، بمعنى انه الكراون يتكون بصورة كلية من السيراميك، يعني ما يحتوي على متل. بالتالي انه هذا النوع من انواع الكراون حيكون كلش استاتيك، كلش حلو. لكن قلنا احنا بالمحاضرات السابقة لما ما يحتوي على متل فمعناها يكون مو قوي. خلينا نجي نشوف الشرح. قال it is the most aesthetically pleasing fixed restoration. إن هو قلنا هو أحلى أنواع الكراون. زين ليش قلنا إحنا إنه هو أحلى أنواع الكراون؟ لأن ما يحتوي على بطل. because there is no metal under the structure to block the light transmission. بمعنى إنه هو ما يحتوي على metal تحت الستركتشر اللي هو قصد يعني هذا السيراميك. هذا وبالتالي هذا راح يعني شلون يمنع انه الضوء ينتقل من خلال السن وبين اللون الابيض مالته. زين ويقول لك انه هو يشبه السن الطبيعي، resembles a natural tooth. بعدين قال بما انه هو مصنوع بصورة عامة من السيراميك فبالتالي هو راح يكون مو قوي. ايش قال it is the weakest type of crown restoration. هو يعني تقريبا اضعف انواع الكراون. زين وهو يعني كلش معرض انه ينكسر، more susceptible to the fracture. اوكي وبنفس الوقت صح انه هو يعني قلنا حلو، لكن المميزات اللي بيه عفوا this advantage اللي بيه انه قلنا اولا انه هو ضعيف، وبنفس الوقت مو كونزرفاتيف، يعني هم ضعيف وهم مو كونزرفاتيف، يعني راح يجبرنا اذا ردنا نسوي هذا النوع من الكراون فراح نجبر ننقض زايد من تركيب السن. اوكي زين الادفانتجز ما قلناها يعني superior aesthetic انه قلنا كلش حلو، وثانيا قلنا good tissue response بمعنى انه السن ما راح يتحسس من هذا النوع من الانواع مال الكراون. اوكي وخاصه في منطقه السب جنجيفا، even in the subgingival margin، يعني بمعنى هاي مثلا نعتبر هاي جنجيفا وهذا السن. اوكي هندري الكراون راح يغطي السن هنا تمام للجنجيفا. وش ده يقول انه هاي المنطقه منطقه الجنجيفا هي تعتبر حساسه، لكن اذا استخدمنا له هذا النوع من انواع الكراون فما راح يتحسس. ثالث نوع يتعارض ويا اللي قبل شوية قلنا. شلون قلنا احنا قبل شوية قلنا انه هو not conservative، لكن هنا اش قال؟ كان conservative لكن فقط بالفيشيال وول، فقط الفيشيال وول ما راح نقط من عنده هواي، البقية راح نقط من عنده هواي. اوكي disadvantages مالته قبل شوية قلنا انه هو ضعيف، reduce the strength قلنا. وثانيا انه انت تخيل جاي تشتغل سن امامي حق البيشنت، تعال سوي لينك وورد وسوي له السنجل ام، وهاي لان السوالف صعبه فنقدر نقول التحضير مالتها بحلك البيشنت كلش صعب. فالبروبر بريبريشن بمعنى انه التحضير الصحيح اكستريملي كريتيكال، بمعنى كلش حرج اكستريملي كريتيكال. زين وقلنا انه قبل شوي قلنا انه هو نوت كونزرفاتيف امونج ذا لاست كونزرفاتيف بريبريشن، وبريتل نيتشر اوف ذا ماتيريال قلنا الماده انه هي ضعيفه، فهاي يعني هاي النقطه ويا هاي النقطه الرابعه نفس الشيء تقريبا. وخامسا قلنا انه يعني نقدر نستخدم السنجل بريبريشن. شنو قصد هنا بالسنجل بريبريشن؟ يعني ما نقدر نستخدم هذا السيراميك كراون كبرج. يعني شلون؟ يعني ما نقدر نبني برج متكون فقط من السيراميك، اوكي؟ لان ينكسر ما يتحمل، لكن نقدر نبني برج من الميتال وهذا السيراميك وهاي السوالف. هذا اللي دا يقصه بهاي النقطة الخامسة. الانديكيشن شو كنت نقدر نستخدمه؟ احنا هو مدام سن يعني مثلا انه بيشنت يريد سن كل اسنان كلش حلوة تمام؟ فيعني نقدر نستخدمه اذا كان البيشنت يريد اسنان حلوة، فاذا هاي استاتيك ريكويرمنت. اذا كان البيشنت يريد استاتيك كلش عالي. واذا كانت الكاريز مالتنا من جهة الاصفاح ماكلة هواي من السن، اوكي؟ فبالتالي لازم نقطها للسن ونحط له من هذا النوع من الانواع، اوكي؟ زين هسه ممكن واحد يسألني يقول لي سن أمامي، هذا احنا نعتبر سن أمامي هذا مقطوط، ليش ما أحط له هذا السن أبو الميتال؟ أقول لك مو سن أمامي، ممكن هذا الميتال يبدي يخيل باكر عقبه، شلون من واحد يلبس هدوم مثلا خفيفة وجسمه يبدي يبين، كذلك هذا نفس الشيء، إذا الواحد سن
جوا ميتال، فراح يبدي يبين هذا اللون الرصاصي مال السن، فما حلو. اوكي هاي، فلذلك نستخدمه بال يعني بالتسوس الكلش عالي يعني بالاسنان الاماميه. اوكي، واذا كان ايضا عندنا السن شو يسمونه يعني سن امامي ومكسور باقي عنده بس شويه، تمام، خلينا نعتبر جنجفة وشويه طالع من السن هيجي، اكو فد علاج جديد يسمونه البوست وكور، انه يدخلون فد بين هيجي بداخل الجذر. اوكي، وراح يجون يبنون عليه، يبنون عليه يعني يحطون عليه ماده هيجي مثلا كومبوزيت، وراها يجون يقعدون فوقه الكراون. اوكي، بالحاله لازم تقعد فوقه من هذا السيراميك كراون، انا من هو احد مثل ما قلنا، قلنا انه سن امامي، فلازم تحط له من هذا الفتشي اللي يكون هاي استاتيك. اوكي، ورابع نقطه وخامس نقطه مبينات اللي هي الانسايز ايدج ريزونبل انتاكت وفليفر ديستريبيوشن اوف ذا اوكلوجال لود. اوكي زين، كونترا اندكيشن شو قد ما نقدر نستخدمه، خلينا نلاحظ هذا السن امامي، لاحظ انه بينك تسوس هنا او مو تسوس، هذا اللون الرصاصي هذا اللي اقصد عليه انه السن راح يخيل. زين، شو قد ما نقدر نستخدمه او شو قد مو محبب انه نستخدمه؟ اول شيء اذا كنا نحتاج يعني كنا نحتاج انه تكون السن الاماميه مالتنا كلش قويه، يعني هو الواحد اذا يسويها استاتيك يسويها كلش بيضة فلازم يتنازل عن القوة، واذا ارادها كلش قوية فلازم يتنازل عن البياض الناصع. فاوكي، فاذا كان واحد رايد قوة كلش كبيرة من الاسنان الامامية فلازم ما يقدر يحط من هاي الانواع. اوكي، فاذا هي when superior strength is required، اذا كان البيشنت يريد superior strength بمعنى يريد قوة عالية. اذا كان السن كلش رفيع، يعني مثلا هذا خلينا نعتبر هذا بوكال وهذا لينكوال، انت بريتش السن كلش رفيع، ما قطينا هواي من عندنا، لان هو اصلا مثلا بيتسوس زايد، او احنا يعني بالبروبريشن سوينا خطا وقطينا زايد من عنده من جهه البوكال واللينجوال، فاحنا اصلا هو السن صار ضعيف، خش هالشي، زين واحنا نحط له اصلا ماده ضعيفه اللي هي السيراميك ما يصير، فاحنا لازم نحط له ماده قويه، فبالحاله ما نقدر نحط له من هذا السيراميك كراون. اوكي؟ هاي ثاني نقطه. ثالث نقطه قلنا اللي هي عكس هاي والفايفور ديستريبيوشن اوف ذا اوكلوجال لود، هاي عكسها. ورابعا انسفيشنت كورونال توث ستراكشر فور سبورت، بمعنى انه السن اللي طالع فوق الجنجيفا قليل، مثل هاي التقريبا مثل الفكره مال هذا. اوكي، يعني هاي النقطه دقيقه، هاي النقطه مثل هاي النقطه تقريبا، هنا بالنقطه الثانيه قال انه السن من الامام والخلف قليل او يعني ثن، هنا بالنقطة الرابعة قال السن بصورة عامة من كل الجهات يكون يجي صغيروني، فما تقدر تستخدم له هذا النوع من الأنواع الكراون. خامس وحدة age to age occlusion، إذا نحن ندري الأسنان الأمامية تصير قدام الأسنان الخلفية، يعني أنا أعتبر هاي أسنان أمامية وهاي أسنان خلفية، هذا أبار هذا lower. أوكي، إيش قال لي؟ قال لك age to age، بمعنى أنه الأسنان الأمامية والأسنان الخلفية هيجي هيجي واحدة فوق الأخ، إذا هيجي فأنت ما تقدر تستخدم، إذا بيشت كانت تسونه هيجي فأنت البيشت ما تقدر تستخدم له من هذا الكراون اللي يكون سيراميك. أوكي، أيضا لأن راح يصير ضغط على الأسنان كلش قوي، تمام، بالتالي راح يعني تطق الأسنان، لأن إحنا قلنا عليها هذا النوع من أنواع ويك. والبروكزيمز، هاي البروكزيمز جبت لكم صورة إله اللي هو شنو؟ إنه الأسنان تبدي تنطحن، لاحظ هاي الأسنان شلون منطحنة يعني من وراء المضغ، والهاي الأسنان تبدي تتكسر، فبهاي الحالة اللي اسمها بروكزيمز ما تقدر تستخدم له كراون سيراميك لأن أصلا ضعيف، تمام، لازم تستخدم له كراون كلش قوي عم يتحمل هذا الطحن. والهاي خلينا نشوف التعريف مالته، أصلا التعريف مالته ما كان موجود بالجوجل، طلعته من الجوجل، لا مو من هنا، دقيقة، أي هي أنا. It is a condition in which you grind, gnash or clench your teeth، بمعنى انه انت تطحن لسان مالتك بسبب المضغ. اوكي، هسه راح نجي نشوف شلون نحضر اللسان الاماميه، شلون نقطها. اوكي، طبعا هذا الرسم يقول لك انت ايش قد راح تقط، لاحظ انه من كل الجهات راح نقط واحد منهم، عدا من جهه الانسايز الجهه اللي تكون فانكشنال نقط من عندها واحد ونص، تقريبا بكثريه الاسنان تعلمنا انه الجهه الفانكشنال نقط من عندها واحد ونص، الفانكشنال مثلا نقول اكتبها كتاب دقيقه functional aspect، يعني أكثرية الأحيان واحد ونص. أوكي زين، the preparation requirement،
قبل ما نبلش بالبريبريشن يعني اكو اشياء لازم نحطها ببالنا قبل ما نسويها او اشياء لازم نحطها ببالنا لما نسوي بريبريشن. اول شيء يعني هي بصوره عامه قبل ما ابدي بهن انت لازم تفكر بها. قول مثلا انا ببالي انه ما اقطع سن زايد، ما اسوي السن كلش عريض، ما اضيع كلش ثين قصدي، ما اضيع معالم السن، ما احاول اقطع زايد، ما احاول اضرب الستون اللي بصفه، يعني هاي السوالف، ما احاول احط حواف حاده، لان السوالف تعلمناها بكل ال يعني بكل الكراونات والبرجات اللي اخذناها قبل. خلينا نجي نشوف الشرح. يقول لك السن مفروض يكون طويل as long as possible، يعني ما تقط زايد من عنده من جهة الانسايزل. ليش؟ على مدة تعطي سبورت للبورسلين اللي هو يعني هاي مادة السيراميك. اوكي، واذا كان شورت، الشورت ايش راح يسوي لك؟ الشورت يقول لك راح يسوي لك ستريس كونسنتريشن اريا وين؟ باللينجوال سيرفيس. اوكي، يعني اذا قطعت السن زايد سويتك سيروني فراح يؤدي الى انه يصير ضغط زايد بمنطقه اللينجوال سيرفيس. زين، ثاني وحده الشولدر، الشولدر قصده شنو هنا؟ الشولدر اللي هو فينيشينج لاين. اوكي، هذا السن المقطوط، ندري احنا كفت فينيشينج لاين هنا اللي يقعد فوق السن، هذا الفينيشينج لاين اللي هنا ايش قال لك؟ قال لك اريد العرض مالته يكون 1 ملم. اوكي، على مود شنو؟ من يجي يقعد الكراون فوقه يقعد بكل 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 يعني بكل يعني بكل سهوله. ولا تنسون انه خلينا نعتبر هذا السن مقطوط، اوكي؟ وهي مالت الفينش لاين، اوكي؟ راح اجي اركب فوقه كراون. هذا كراون بالبرتقالي، زين، لان ندري المضغ راح تجي القوه هيجي، خلينا نعتبر القوه راح تجي هيجي، اوكي؟ من جوالي فوق، لان هذا السن هذا ابار وهذا لور، اوكي؟ فلما القوة راح تنتقل لي فوق، إذا كانت هاي الثن هاي المنطقة كانت هاي الثن فراح يطق الكراون وراح يطق تركيب السن، لكن إذا كانت هاي المنطقة مال الفينيشينج لاين كبيرة عريضة 1 ملم فما راح تطق، راح تتحمل. أوكي، هذا اللي يريد يقصده من النقطة الثانية. قال لك الشولدر is of uniform width اللي هو يكون من كل الجهات، يعني uniform width من كل الجهات أريده 1 ملم. أوكي، is used as a gingival finishing line بين FL finishing line. تمام، ليش؟ to provide flat seat، يعني فد شلون فراش عدل او مكان عدل على مود يقعد عليه الكراون. تمام، على مود تنتقل عليه القوه من الانسايزل لهذا هو للسيت. اوكي، ثالث وحده الانسايزل ايدج از فلات، الانسايزل ايدج هاي بالنهايه الحافه هاي دقيقة أريد هاي الانسايزل ايدج، ما هاي الانسايزل ايدج، قال لك أريدها تصير عدلة. تمام، بمعنى أنت راح تسويها عدلة هيجي، راح توخر الشارب نفس مالتها. وش قال لك؟ قال لك بنفس الوقت أريد يصير بيها شلون يعني لينجوال انكلينيشن، احنا مو قلنا عدلة هيجي؟ لا، أنت شنو تسوي؟ سوي لها شوية هيجي، يعني أريد يوصل لك أنه حافظ على تركيب السن، لأنه هو أصلا السن هو هيجي أصلا من قبل. فإذا أنت ما راح تغير شيء إذا سويت لينجوال أسبكت، فاختصار هاي النقطة يقول لك إنه بقي تركيب السن كما هو، من القطة بقي كما هو، هذا اللي أريده. زين، النقطة الخامسة قال لك شكو شارب إنجل وخر لياها، هاي النقطة إحنا ماخذيها قبل. زين، all sharp angles of preparation should be slightly rounded to reduce the danger of a fracture، إحنا ندري من تصير زاوية حادة تصير stress concentration area. خمس نقطة avoid tooth edge to edge occlusal rotation، هاي كلاوات هاي النقطة. السادسة the occlusion المضغ اللي يصير على السيراميك كراون is critical. سندريك كنت ها ايش دا يقول؟ دا يقول انه انت centric contacts are best conf third of the clinical aspect. ها ايش دا يقصد هنا؟ انا دا يقول هذا السن مو أبر، دقيقة خلا أوضح هنا بالرسم، أريد القوة مال المضغ تصير بهاي المنطقة بالنيكول أسبكت، هذا اللي أريد يوصله من هاي النقطة. السنتريك دايركشن أو السنتريك أوكلوجن اللي هو مال المضغ قصده، يقول لك أريد المضغ وين يصير، وين القوة، خلينا هذا السن لور، ندري احنا الاطباق وين راح يصير بهاي المنطقه، يقول لك اريد مالتك الاطباق او مالتك المضغ يصير بهاي المنطقه، منطقه اللينجوال. اوكي، ها اها زين،
الستيبس قبل ما تبلش طبعا هاي الاشياء قلنا احنا عليها البريبريشن ريكويرمنت، لاحظ ريكويرمنت، اشياء لازم تحطها ببالك او اشياء بديهيه يعني لازم تحطها ببالك قبل ما تشتغل. زين الستيب ان ذا بريبريشن، الستيبس مال البريبريشن قبل ما تبلش يعني القطب السن، فالافضل انه تسوي سيليكون اندكس. هذا السيليكون اندكس، هذا شنو السيليكون اندكس؟ انه تجيب ماده قصارتين اظن تخبطها تصير مثل العجينه او يعني تقريبا عجينه جيلاتينيه، تحطها دائره مدائر السن تمام، وراها راح تيه بس وتشلعها راح تطلع لك تركيب السن الاصلي. اوكي راح تجي تقط وراها ترجع ال شو يسمونه السيليكون اندكس على السن اللي قطيته، تلاحظ مثلا هنا انا 1 ملم، التقاط من هنا 1 ملم، من هنا التقاط 1.5. هم يفيدك على مود تتأكد ان انت تجي تقاط والشكل مال السن الاصلي مالتك خافية على مدة باكر عقبة تبنيه ومن خلال هذا السيليكون اندكس تبني فوقه الكراون او تدزل للمختبر من خلال هذا السيليكون اندكس يبنون لك عليه كراون. هاي الفكرة من عنده. زين اول شيء راح نبدي ان يعني من نبدي نشتغل نبدي نقط اول شيء بالانسايزل، يعني اول جهة راح نبدي بها جهة الانسايزل او الجهة اللي هي الفانكشنال بين قوسين. ايش قال لك؟ قال لك انه انت انه انت لازم تقط قلنا 1.5 من هنا لهنا 1.5 خاش هالشي من 1.5 الى 2 والافضل 1.5. اوكي 1.5 الى 2 ملم. زين ايش قال لك بعدين؟ هذا على مود شنو يعطيك سمك جيد للحشو للكراون وبنفس الوقت يعطي جماليه اكثر. فاذا هاي الوظيفه مال انه قط من 1.5 الى 2. This is important to have cosmetically يعني بمعنى aesthetically pleasing restoration with the adequate strength. قلنا إذا زاد الثيكنس مال السيراميك أو مال الكراون راح يصير الكراون قوي، وبنفس الوقت هو الكراون أبيض فبالتالي راح يعطي جمالية أكثر. هذا السبب مال هذا. خوش حكي. البر راح نستخدمه طبعا هو لات شحنة بكلمة واحدة. البر هو flat and diamond burr. هاي شنو هاي؟ اوكي يعني بمعنى هذا البير اللي هيك يصير. اوكي لانه قال لك مادة النهاية اريدها flat. زين هسه احنا قلنا ايش قد نقط من الكلوجر تصير اللي يسمونه السايز سيرفيس، بس ما تعلمنا شلون نقط، شو نسوي الخطوات اللي راح نسويها. هم مثل البوستير نحط ذني الجروفات، لو راسا نحط البيرو نبدي ناخذ على قد 1.5. اوكي لا خلينا نجي نشوف ايش راح نسوي. قال اول واحد هنا قال لك الديبث اورينتيشن جروف، ما دام قرينا كلمه ديبث اورينتيشن جروف هو معناها بالسايز سيرفيس، يعني هنا أنا راح نسوي كفد هاي الخطوط. شلون كنا نسويها بالبوستيرير توث تذكرون؟ كنا نسوي هاي الخطوط وبعدين على هاي الخطوط كنا نقط depth orientation groove. هاي العمق مال depth orientation groove حنسوي 1.3. زين واحد يقولي ليش 1.3؟ احنا مو قبل شوية قلنا انه لازم يصير 1.5 هنا. انا اقول لك وانت من راح تسوي 1.3 حتبدي تحفر بالحفر مالتك، انت ما راح تجيبها مضبوط 100%، اكيد راح تاخذ زايد. فمن راح تاخذ زايد حيصير 1.5 الى 2 ملم. هاي الفكره انه سوينا 1.3. زين هو نعتبر هذا مثلا هذا السن، هاي جهه الانسايزل. هاي زين بجهه الانسايزل راح اسوي هاي الخطوط اللي هيك اللي هي ديبث اورينتيشن جروف، العمق مالتها 1.3، ورا راح اقطها للسن راح يقل يصير هيك مثلا تمام. صار هيك هذا قطينا من عنده منا لهنا 1.3 او 1.5 عفوا تمام. هاي اول خطوه سوينا depth orientation groove وعلى على على العمق مالتها اخذنا الزايد تمام. ايضا البير اللي استخدمناه اللي هو نفسه هذا الفلات اند تي اف بي فلات اند دايموند فيشر. اوكي دايموند بير فيشر دايموند فيشر بير. وطبعا من نخليه للبير نخليه هيك بارل يعني يصير عدل ويا تركيب السن. اوكي ما نخليه هيك ولا هيك تمام،
نحن أصلا نريد الانسايز السيرفس مالتنا يصير هيك عدل، أوكي هذا اللي أريده. وبعدين بعدين مسويت عدل راح أميل للبير بزاوية معينة بحيث أسوي له فد انكلينيشن معين. خلينا نعتبر هسه هذا هيك، أوكي هذا بوكل هذا الانكوال، خلينا نعتبر إحنا من هنا قاطين هذا الانسايزل، اعتبر قاطي. نلاحظ هنا أنا مالتنا من البوكل انكوال الخط عدل. أنا لا، إيش راح أسوي؟ راح أسوي بفد ميلان اللي شلون انكوال، أوكي تمام. يعني بمعنى إنه أقطه مثل ما قطعت السن الأصلي، أو من أقطه أبقي نفس الشكل السن الأصلي، هذا اللي أريد قصده بهاي النقطة أو تكملة النقطة الأولى. زين أن زين وصلنا النقطة الثانية. أني توث ستراكتشر بتوين ذا، هذا قلنا إنه مسوينا هاي الخطوط اللي هي بالإنسايز سيرفيس، هذا الشيء الموجود بيناتنا راح نشيله. يعني فتشرح كل شكلات هاي النقطة الثانية. والثالثة قلنا إحنا ورا ما قطينا للسن راح نقول له للمريض، خلينا نعتبر هذا لور سن لور، هذا سن أبر، سن أبر مقطوط، راح نقول للمريض قدم حلقك لي قدام، قدم حلقك لي ورا، ودي لي فوق ودي لي جوا. لازم بكل هذني الحركات اللي يسويهن تبقى أكو مسافة بين السن العلوي والسن السفلي مقدارها شقد؟ 1.5. أوكي هذا هو يعني نقطة 3، الملخص مال نقطة 3 اللي هي سنتريك وإكسنتريك أوكلوجن ريليشن أو جو ريليشن. أوكي أخذناها الآن بالمرحلة الثانية، خاف ما تتذكروها، هاي كلش مهمة تفيدنا بال يعني بكل شيء، بالكراون بريدج بالكومبليت بالبارشال دينشر كل شيء تفيدنا. الليبيال سيرفيس، الليبيال سيرفيس ما بي أي شيء، الليبيال سيرفيس هماتين مجرد إنه راح تقط الليبيال سيرفيس وهذا هو، ما بيفد يعني إنديكيشن معين وهذا هو. أوكي زين هذا الليبيال سيرفيس. نجي للإنسايزال بلان. إنسايزال بلان اللي هو ما تكل شلون يصير العدل أو هيك شيء، هذا اللي يقصده الإنسايزال بلان. احنا قلنا مفروض السايز الاج مالتنا يصير هيك يعني بوكال ولينكوال مال باتجاه لينكوال، بس اتجاه الميلان مالته شويه يعني مو مثل ما انا جاي ارسمه كلش زاويه قويه، لا زاويه بسيطه. قال 3 دي او جي يعني بمعنى 3 ديبث اوريتيشن جروف ار بليس هاير بليس، قلنا وين ترسم؟ ترسم على السايز السيرفس هيك. بعدين هذا الني شود بي بارال تو ذا انكلينيشن اوف ذا اريا، يعني مالتها تصير ويا الميلان مال الاساس السيرفس ويا الميلان مال السن الاصلي، عمق مالتها 1 تمام. قبل شويه قال 1.3، واحنا بتاكل الاحوال لازم نقطع، لازم نوصل ل 1.5. وهم وقت هنا قال لك اي شيء بين هذني لازم نوخره، اني ستراكتشر بتوين ذا دي او جي ذا ثرونتينج جروف شود بي ريموفد. هاي نقطه ما ادري ليش عادها هاي، يعني اللي هو نفسها هاي اللي فوق، شوفوا المزمج قد بيها خريط. الجنجيفال بلان دي او جي، جنجيفال بلان اللي هو منطقة الجنجيفا اللي هاي المنطقة اللي فوق، هذا مو التوث، هاي منطقة الجنجيفال، هذا انسايزل، هاي جنجيفا، من هاي المنطقة ايش قال لك؟ قال لك دي او جي ار بليست ان ذا جنجيفال بارت، يعني انه راح نحط اكو فد خطوط هنا أنا. هاي العمق مالتها راح يكون واحد من الم. اللي يريد يقصده انه انت راح مقدار القط مالتك او يعني ايش قد راح تاخذ من الليبيال سيرفس بصوره عامه راح يكون واحد من الم. هذا عفو تبرو ماكو، انا راح اخربطكم. وش اريد منكم؟ ترجعون للليبيال سيرفس اللي هو هذا، تقولون راح نحط يعني هذا الليبيال سيرفس، نقول راح نحط عليه همة خطوط، العمق مال الخط مالتنا واحد من الم. هذا خريط، هذا جنجيفال بلان، هذا هيخربطكم. اوكي طبعا هذا هم اللي متاسلون هم هيخربطكم. لينكوال ريدكشن انه راح نجي سنقط من جهه اللينكوال اللي هي سنجل ام، هاي شويه بيها يعني شويه صعبه، هي اللي تخلي الشغل مال الكراون مال الانتيريور توث كريتيكال مثل ما قلنا بالديس ادفانتج. قال as for the PFM but with the deeper reduction PFM يعني البورسلين فيوست تو ميتال، يقول لك انه القط مال السيراميك راح يشبه القط او التحضير مال الكراون المتكون من ال PFM البورسلين فيوست تو ميتال. بعدش قال لك هنا من راح نقطه من جهه الانكوال راح يكون القط مالتنا اكثر بمقدار 1 ملم تمام.
اللي هو الديبر ريدكشن. سنجلام اريا اكيد تعرف منطقه السنجلام. سنجلام اريا راح نخلي فد نقطه بالنص مقدار النقطه مالتنا تكون 0.8 ملم الى تقريبا ملم واحد، هاي تكون بالسنتر. وراح نجيب بير اسمه سمول ويل دايموند بير او السمول راوند بير. هذا البير ايش صاير تقريبا مو هيك شيء، بالاخر اوريكم شكله سمول ويل دايموند. ما نسيت ابحث عنه، خلا اشوفه بالجوجل. هذا سمول ويل بير، اوكي هذا سمول بير وير سمول ويل بير. اوكي هذا وين راح نخليه؟ راح نخليه بجهه اللينجوال عمودي، يطلع لنا الشكل او التقعر اللي موجود بجهه اللينجوال. اوكي لينجوال اكسيال ريدكشن، يعني خلينا نعتبر هذا اللينجوال سيرفيس. تخيلوا هذا اللينجوال، يقول لك الشر راح تقعد من جهه اللينجوال من جهه البروكسيمال، هذا اللي قصده هيك شيء لينجوال بروكسيمال، هذا اللي يريد قصده. خوش حكي زين، شو راح تقط ايضا من جهه اللين، ايضا يعني راح تقط 0.8 من جهه اللينجو بروكسيمال اللي هي يعني من تحط البير بالنص على جهه السنجلام، وتاخذ يمنه ويسره مقدار الاخثان مالتك مال يمنه واليسره راح يكون 0.8 تمام، ايضا مثل ذاك اللي قبله تمام. والسمول ويل هو نفس البير راح نستخدمه اللي هو سمول ويل دايموند بير. هذا اللينجوال اكسيال ريدكشن هذا كله عادة، ما ادري كم مرة عادة لحد هسه. زين البروكسيمال ريدكشن شلون تجي تقط السن من الصفحة؟ زين هسه احنا قطعنا السن من الانسايزر، قلنا نسوي من الانسايزر 3 خطوط كل خط عمقه 1.3، من راح نجي نقطه يطلع 1.5، وقلنا انه يصير بزاوية عدله وبعدين نميله شوي ونعمل يتبع الشكل مال السن الاصلي، نحن ندري ان سايز الاتش شويه مايله لجهه اللينجوال. زين وراها سوينا منه سوينا الليبيال، وراها سوينا منه اللينجوال، وراها راح نجي الاخير شيء سوينا الريدكشن عفوا البروكسيمال اللي هي الميجيال والديستال. The preparation of the proximal surface is done to the same manner. يعني راح نسوي يعني بنفس الشكل مال الأسطح البقية، لأن هو أهم وقت قلنا the proximal حيكون شقيت 1 ملم. زين وراها ورا ما خلصنا ننعم السن، شكو حواف حادة نوخرها، وهذا هو أبوكم الله يرحمه خلص the preparation. هسه يقول لك أكو types of finishing line. الفينيشنج لاين اللي هو الشامفر لاين أو مو شامفر لاين، الفينيشنج لاين هذا اللي هذا مقلنا السن هيجي اكو بي اللي هنا تمام، هذا اللي هو فينيشنج لاين. اخذنا محاضر لكتشر 3 هذا ايش قال لك؟ قال لك التايب مالته اللي نقدر نستخدمهن ويا من ندري احنا بيه 6 انواع الفينيشنج لاين. قال لك شنو هي الانواع مال الفينيشنج لاين اللي تقدر تستخدمها ويا السيراميك كراون؟ اول شيء الشولدر او الراديال شولدر، هذني تقدر تستخدمهن ويا السيراميك كراون. اوكي اكريليك جاكيت كراون، جاكيت كراون هم شرحت لكم اياه بالمحاضرات البقيه. جاكيت كراون احنا اوف جاكيت كراون هسه خلينا نعتبر انه كل الكراون مالات مالتنا جواهن ميتال. زين اذا كان الكراون مالتنا ما جواه ميتال راح نستخدمه بالاسنان الاماميه، فراح نسميه جاكيت كراون. لان احنا ندري الاسنان الاماميه لازم استك وهي السوالف، فاذا نقدر نرمز بين قوسين للسيراميك كراون بالجاكيت كراون تمام. الديس ادفانتجز مالته قلنا هو مدام تعبان ويقدر يوصل حراره وهاي السوالف ويتمدد وهاي، فاذا عنده كوفيشنت ثيرمال اكسبانشن اللي هو تمدد مالته بالحراره والتقلص مالته بالحراره كلش عالي. الديس ادفانتجز مالته بور مارجنال فيتنس، بور تيشو ريسبون يعني التيشو ما راح كل شيء يتقبله، ديسكولوريشن وذ تايم انه راح يصبغ، ولوس اوف كونتور اللي هو يعني شلون لاطش السن ما شو اقوى حيروح مالته او مو كونتور الشكل مالته راح يبدي يذوب او يروح يعني تمام. هذا هو خلاص لكتشر 6.